أخيرا أبلغ السيدات والسادة النواب بأنني اقترحت على السيد رئيس الجمهورية تحضير مشروع قانون مالية تكميلي قصد معالجة الاختلالات الناجمة عن قانون المالية لسنة 2020، لا سيما إلغاء الأحكام الجبائية المحجفة المجحفة في حق الأجور العاملين بالجنوب وبعض أصحاب المهن الحرة والتي كان الغرض منها إثارة البلبلة. وفي ختام هذا العرض التقييمي لا يسعني إلا أن أجدد للمواطنين والمواطنات استعداد الحكومة الصادق للعمل والتعاون مع كل الخيرين من أبناء هذا الوطن من أجل تنفيذ هذا المخطط والوفاء بالالتزامات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية أمام شعبنا وتحقيق نهضة بلادنا في كنف الجمهورية الجديدة. شكرا على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحيا الجزائر وتحيا الشعب الجزائري. سيتم تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها، حيث تعتزم الحكومة رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بعد إجراء تشاور واسع مع مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين. تأكيدا للتعهدات الرئيسية في مجال الإنصاف والعدالة الاجتماعية، سيتم العمل خصوصا على الإعفاء الضريبي للمداخل الشهرية التي تقل عن مبلغ 30,000 دينار جزائري. وفي نفس هذا الإطار سيعود النظر في الامتياز القضائي الذي يتمتع به عدد من المسؤولين الساميين في الدولة على نحو يكرس مبدأ المساواة أمام العدالة. وسوف تتجسد شفافية الأداء العمومي من خلال وضع آليات جديدة للوقاية والمراقبة من أجل ضمان نزاهة المسؤولين العموميين والتسيير السليم لأموال الدولة. وبشكل عام يجب أن يصبح مفهوم المساءلة وتقديم الحسابات قاعدة في العمل العام تفاديا لكل انحراف.